رأى رجلا أعمى من بطن أمه
سأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، أهذا أم أبواه حتى ولدا أعمى؟ قال لهم يسوع: لا هو أخطأ ولا أبواه، ولكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي لي أن أعمل أعمال من أرسلني ما دام النهار. سيأتي الليل الذي لا يستطيع أحد فيه عملا. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. لما قال هذا تفلى على الأرض جبل من تفلته طينا، طلى به عيني الأعمى. قال له: اذهب اغتسل في بركة شيلوحة التي تأولها المبعوثة. فذهب واغتسل وعاد وهو يبصر. وكان جيرانه والذين كانوا يرونه من قبل يستعطي يقولون: أليس هذا هو الذي كان يجلس يستعطي؟ منهم من كانوا يقولون إنه هو، منهم من كانوا يقولون لا، لكنه يشبهه. أما هو فكان يقول: أنا هو. قالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب وقال لهم: إن رجلا اسمه يسوع صنع طينا، طلى به عيني وقال لي: اذهب اغتسل بماء شيلوحة. فمضيت اغتسلت فأبصرت. قالوا له: أين هو؟ قال لهم: لا أعلم. فأتوا بالذي كان قبل نعمى إلى الفريسيين. وكان يوم سبت حين صنع يسوع الطينة وفتح له عينيه. سأله الفريسيون أيضا: كيف أبصرت؟ قال لهم: جعل على عيني طينا ثم اغتسلت فأبصرت. قال قوم من الفريسيين: إن هذا الرجل ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. قال آخرون: كيف يقدر رجل خاطئ أن يعمل هذه الآيات؟ ووقع بينهم شقاق. فقالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عن الذي فتح لك عينيك؟ قال لهم: أنا أقول إنه نبي. ولم يكن يصدق اليهود عنه أنه كان أعمى فأبصر، حتى دعوا أبوي الذي أبصر وسألهما: أهذا هو ابنكما الذي تقولان أنه ولد أعمى؟ فكيف يبصر الآن؟ فأجاب أبواه وقالا: نحن نعلم أن هذا هو ابننا وأنه قد ولد أعمى، أما كيف يبصر الآن أو من فتح له عينيه لا نعلم، فهو كامل السن، اسألوه هو يتكلم عن نفسه. قال أبواه هذا لأنه ما كانا يخافان من اليهود، إذ كان اليهود قد جزموا على أن من يعترف به أنه المسيح يخرجونه من المجمع. فلذلك قال أبواه هو كامل السن اسألوه. فدعوا الرجل الذي كان أعمى ثانية وقالوا له: مجد الله، إننا نعلم أن هذا الرجل خاطئ. أجاب هو وقال له: إن كان خاطئا فلا أعلم، أنا أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. قالوا له أيضا: ماذا صنع لك وكيف فتح لك عينيك؟ قال لهم: قد قلت لكم فلم تسمعوا، ماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ ألعلكم تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ أما هم فشتموه، قالوا له: أنت تلميذ ذاك، أما نحن فإنا تلاميذ موسى، ونحن نعلم أن الله كلم موسى، أما هذا فلا نعلم من أين هو. فأجاب الرجل وقال لهم: إن في هذا لعجبا، إنكم لا تعرفون من أين هو وقد فتح لي عيني. نحن نعلم أن الله لا يسمع صوت الخطاة، ولكنه يسمع من يخافه يعمل مشيئته. لم يسمع منذ البدء أن أحدا فتح عيني من ولد أعمى.
ولو لا أن هذا من الله لم يقدر أن يفعل هذا. فأجابوا وقالوا له: إنك بجملتك قد ولدت في الخطايا وأنت تعلمنا. فأخرجوه خارجا. سمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فلقيه، قال لهم: أتؤمن أنت بابن الله؟ فأجاب الذي شفي وقال: ومن هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له يسوع: قد رأيته وهو الذي يكلمك. أما هو فقال: قد آمنت يا رب. وسجد له. As Jesus passed by, he saw a man blind from his birth, and his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, it was not that his man sinned or his parents, but the work of God might be made manifest in him. We must work the works of him who sent me while it's day. Night comes when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. As he said this, he spat on the ground and made clay of his spittle and anointed the man's eyes with the clay, saying to him, Go wash in the pool of Siloam, which means sand. So he went and washed and came back seeing. Shuha. البشر أضافوا عليها أشياء كثيرة
أخيرا بعدتم بعدت الإنسان عن الروح الرسالة. ولهذا مثلا إشعياء النبي يقول أريد رحمة لا ذبيحة، حتى الذبيحة اللي كانت مهمة يقول الرحمة هي أهم من الذبيحة. وإذا لاحظ حياة يسوع ما نشوف أبدا كل هالممارسات التقليدية اللي الفريسيين كان يركزون عليها. إذا نرجع على أعجوبة اليوم هي أنه يسوع يريد يقولنا من تشوفون الحق قبلون اعترفوا بينا بغض النظر. هذا الذي يقول الحق هو صغير كبير رجل امرأة فقير غني مسيحي ما مسيحي، إذا يقول الحق معناته هو معه، لأن الله هو الحقيقة الكاملة. ويسوع عن نفسه يقول أنا الحق والطريق والحياة. إذا مهم جدا بحياتنا على بساطته أنه لما نشوف الحقيقة نعترف بها ونقبلها، حتى إذا علينا مثل ما أقول نقبل الحق حتى هو ضدنا أو علينا، ما نضم عيوننا ما نعمي عيوننا حتى ما نشوف الحقيقة اللي هي ممكن أن هي علينا ولازم نستسلم إلها ولازم نقبلها. فحقيقة دعوة اليوم أو رسالة إنجيل اليوم هي مهمة جدا في الحياة. ولهذا يوحنا يخلي نوعا ما ثلاث أنواع من مواقف، ثلاث مواقف أمام حقيقة واحدة. أكو موقف الفريسيين اللي يرفضون الحقيقة الواضحة، أكو موقف الأب والأم اللي يعرفون الحقيقة بس يخافون، وأكو موقف الرجل الأعمى بالرغم أنه طردونه من المجتمع الديني اليهودي قال أنا أؤمن بك. فإذا بالنسبة لنا هذا الإيمان هذا القبول هو جدا مهم بحياتنا اليومية وعلاقاتنا. لنحن كلنا بفرح وابتهال ونطلب من الله وتذكر قائلين ارحمنا يا ارحمنا يا أبا المراحم وإله كل تعزية نطلب منك ارحمنا يا مخلصنا والمعتني بنا ومدبر الكون نطلب منك ارحمنا يا من أجل أمن ووفاق وثبات كل العالم وجميع الكنائس نطلب منك ارحمنا يا من أجل وطننا وجميع الأوطان وجميع المؤمنين الذين يسكنون فيها نطلب منك ارحمنا يا رب. من أجل اعتدال المناخ وفرة الغلال والسماء وصلاح العالم أجمع نطلب منك ارحمنا يا رب. من أجل صحة أبانا القديم مار فرانسيس الحبر الأعظم باب روما ومار لويس الجار تاريخ البطريرك ومار فرانسيس أسقف أبرجيتنا وأبينا مار إبراهيم، ومن أجل جميع الذين يخدمون معهم نطلب منك ارحمنا يا رب. من أبانا الأساقفة حافظي الإيمان في العالم كله نطلب منك ارحمنا يا رب. من أجل شفاء المرضى والفرج المتضايقين ومكتئبي النفوس نطلب منك ارحمنا يا رب. من أجل أمواتنا وجميع الموتى الذين انفصلوا وانتقلوا من بيننا على رجاء القيامة نطلب منك ارحمنا يا رب. اسمع يا رب المسيح بنعمتك وفض علينا امنك وسلامك وترحم علينا ارحمنا يا رب. شوقا للطيارة يا نوع يدق بالطاقة
بل أهم جميعا المغفرة
نؤدي المجد والإكرام والشكر والسجود لاسمك الحي القدوس المحيي الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. أيها المسيح السلام العلوين وأمان البشر واطر الأمن والسلام في أقطار المعمورة وفي كنيستك الجامعة وأزل الحرب عن وجه الأرض وأهدي الشعوب المتخاصمة الداعية إلى العنف ونعيش حياة هادئة واقعة بالنقاء والتقوى. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمة نعمتك إلى الأسرار المقدسة المحيا والإلهية ونحن غير مستحقين. Oh, yeah.
أعطيت لنا برحمتك ندعوك جميعنا سويتنا كذا نقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا
عندهم صلاة التعزية اليوم، المرحوم نادر حنا خزمة، صلاة الجناز والقداس على نيه تكون نهار الاثنين الساعة 10 صباح كنيسة مار يوسف. أيضا المرحومين وردة يعقوب إمام بمناسبة السابع، باسم انتياس مناسبة الأربعين، ناني يوسف طلب بمناسبة السنة، وسائر سلاق أخي بمناسبة السنة. أيضا كل الذين أردتم يكونوا مشتركين القداديس هذا اليوم، واللي عندهم القداديس الدائمية والمؤبدة اليوم ممثلين عن الجمعيات الخيرية الكردانية يكونوا بيناتنا، فأشكر دائما سخاكم المتواصل. يوم الأربعاء راح نحتفل بعيد انتقال مريم العذراء إلى السماء بالنفس والجسد. الصبح راح يكون عندنا قداس عهدي الساعة 10، والعصر يكون للاحتفال الساعة 7 تكون للصلوات رمش بعدين الأناشيد، وبالليل الساعة 8 يكون القداس مع السياح. ويوم الخميس اللي هو العيد يكون القداس الساعة 10 الصبح تسبقه صلوات العيد. من يوم الأحد القادم ممثلين عن منظمة الصليب الأحمر يكونون هوني بالقاعة الداخلية لقبول التبرع بالدم، فاللي يريدون يتبرعون لازم يخابرون الكنيسة قبل الأحد حتى يأخذون أسماء مالتهم. Protecting God's Children راح تكون مركز ECRC، وأيضا كل اللي هم من عمر 18 سنة فما فوق نهار غد الاثنين من الساعة 6:30 لساعة 9:30. تسجيل التناول الأول تعليم المسيحي هو مفتوح، تقدرون تتصلون بالكنيسة. بقية الملاحظات تقدرون تأخذوها بالورقة، يكون يوم الأحد مبارك علينا.